بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الرابع في كتاب أناتومي من القرآن. الجزء الرابع أنا هدي ملخص سريع جدا ليه، لأن هو الكتاب كبير جدا وممكن ياخد، مثلا لو حبيت أعمله هياخد يجي 10 15 حلقة لو حبينا نعمله. فأنا هتكلم بسرعة جدا عنه، وهنرجع لموضوع برضو يستاهل الدراسة، واللي هو الفؤاد. والنهاردة هنحاول نعرف ازاي نبحث في القرآن عن حاجات احنا ما نعرفهاش. فمثلا الفؤاد، لو سألت الدكاترة او الناس المختصين بالطب مالوش مكان محدد، يعني محدش قال لك هو ده الفؤاد، مسك عضو وقال لك هو ده الفؤاد، كويس. ولو سألت اللغة هتلاقي إن اللغة مقسماها 2، جزء في العقل وجزء في عضلة القلب. إن شاء الله إحنا مقسمين الكتاب اللي هو أناتومي في القرآن لشابتر 1. شابتر 1 إحنا بنتكلم فيه على الكريتشر مورفولوجي، الأتوم والفيروس والبلانت والهيومن كور أكتيفيتي، وبنتكلم عن الهيومن بلانس، بنتكلم عن الهول بادي. فاحنا في القرآن في جسد، كويس، اللي هو لايفلس بادي، وفي جسم، وفي بدن. وبعدين بنتكلم على القلب او القلوب، واحنا مسميينها هنا كور، كويس. بنخش على شابتر 2، وده فيه الكرونال بلان زي ما شرحنا قبل كده، ان في الصدر هو مقدمة الجسم، مش مجرد المنطقة بتاعت الصدر. وبعد كده بنخش، انا مقسمها زي الاناتومي بالظبط، احنا عندنا هيد اند نيك، فالهيد في الهيد موفمنت، وفي الفيس، وفي الفور هيد، وفي الفور لوك، وفي الاي، في احنا عندنا الجبهة والناصية، وفي العين، كويس، وفي الاذن، وفي الصدغ، وفي الانف، وفي الفم، وفي اللسان، وفي شفتين، وفي الأسنان، وفي الخد، وفي الدقن، وفي العنق. بعد كده بنخش على النيورولوجيكال سيستم، بنلاقي فيه المايند والسكين والسنس والريزونينج، العقل، وفي الاندرستاند الفهم، وفي المخ، وفي المينتاليتي. بنخش على شابتر 5، في ابر ليمب، في الهاند، وفي الفينجرز، وفي الفينجر برينت، وفي النيل، اللور ليمب، في الفيت، وفي الليج، الساق والقدم. الشابتر 7، في سيركيولاتوري سيستم، في عضلة القلب، وفي الأورطة، فقطعنا منه الوتين، وفي البلد، وفي الأبدو، في شابتر 8، في الأبدومن والباك والجناب، الظهر والبطن والجناب. في عندنا شابتر 9، في العظم واللحم والدين. شابتر 10، في الامبريولوجي، في نطفة أمشاج، سيكسوال زيجوتيك ميكستشر، كلينجينج كلوت، علقة، امبريونيك لامب، في امبريونيك ساكس، في فيتاس. في شابتر 11 عندنا الجهاز التناسلي، في الشابتر 12 في
body excretion، مفرزات الجسم زي الملك والفيسس والسيمن المني والعرق. ده بصورة سريعة كده الكتاب هو فيه ايه. طبعا هما دول ممكن يطلعوا فوق 500 آية، فطبعا عايزة ترتيب وعايزة ان انا لو جيت اشرحها هتاخد وقت كبير، فعشان كده انا بقول ممكن نقسمها كذا جزء يعني. كويس، ده بالنسبة للكتاب. احنا عندنا فيه حديث بقى جميل جدا بيقول عن عثمان بن عفان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. في حاجات مش هتيجي غير من القرآن، لأن يعني مفيش مصدر للعلم عندها غير القرآن. كويس، زي حكاية التعريف بتاع الفؤاد والقلب والصدر، لان ده مختلف عن التعريف اللي هو متداول. كويس، فاحنا النهارده هنركز في حكاية الفؤاد، عشان الفؤاد هو عبارة عن موجود في 15 آية، فسهل ان احنا نفصصه. ربنا سهل. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. احنا للأسف حصرنا الكلام ده في إن حفظ القرآن وترتيله، اهتمينا 90% إلى حفظ القرآن وترتيله، ورفعنا الناس اللي هما بيعملوا الحكاية دي للسماء، وخفسنا بالناس التانية اللي هي بتحاول تبحث في القرآن الأرض. احنا طبعا هنوريكم نموذج اللي احنا نقصده، ومش هو ده المطلوب، ان احنا افضلكم من تعلم القرآن وعلمه. الشيخ محمود الشحات انور في نشا. الله، هناك خلق بره وجوه كانما الخلق من القبور قد بعثوا. وهبوس ايدك. لا والله، والله ابدا. الله الله. طبعا احنا عندنا المسلمين متقسمين فرعين اساسيين حاليا، يعني هو المفروض ما يتقسموش، المفروض ما يبقاش فيه فرقه في المسلمين، لكن هو عموما في سنه وفي شيعه. والحق يتقال ان الشيعه في مجال الابحاث تفوقوا على السنه. دي حاجه، انت خش على جوجل اكتب بس analysis of Quranic text وشوف مين الجامعات اللي عندها ابحاث، كم الابحاث كام في الجامعات الشيعية، وكم الأبحاث كان في الجامعات السنة، وانت تعرف على طول من غير ما حد يعني يتكلم. يعني دي مثلا جامعة كربلاء اهي. كويس، اول ما قلت analysis of Quranic text على طول طلع لي جامعة شيعية. نتمنى ان السنة يغيروا شوية. اذا حبيت ابحث عن حكاية الفؤاد في القرآن، الناس اللغويين عن معنى الفؤاد، أول ما هتفتح هتلاقي الفؤاد زي ما أنت شايف هو معناه القلب، ده أول معنى ليه. والمعنى التاني كويس، معنى فؤاد يعني قلب، وفؤاد يعني عقل. طيب، هو الحقيقة ان هو مجموع الاثنين، في علاقة بين عضلة القلب والعقل.
احنا حاولنا نشرحها قبل كده كويس. احنا هنا مثلا عندنا دي كويس، دي الكلمات اللي هي مرتبطة ب الفؤاد كويس. فاحنا عندنا تبع الفؤاد في الرؤوس، في الطرف العين كويس، في الروح، في القلب، في بطون أمهاتكم، في القول، في البصر، في السمع. دي الكلمات اللي هي مرتبطة بالفؤاد كويس. أو إذا حبينا نجيبها بطريقة تانية كويس، فهي عندنا الفؤاد، في القلب. القلب ده طبعا عضلة القلب مشتركة في الثلاث حاجات، مشتركة في الفؤاد، ومشتركة في الصدر، ومشتركة في القلب. القلب اللي هو قلب اللي هو يقصد به العقل أو يقصد به التكليف كويس. لأن اللي ما عندوش عقل ما بيتحاسبش على أفعاله، ما عندوش قلب للذكرى فما بتحاسبش على أفعاله. فعندنا القلب زي ما قلنا قبل كده، قلنا ان في القلب، عضلة القلب مشتركة مع تعريف الفؤاد، مشتركة مع تعريف الصدر، مشتركة مع تعريف القلب. وقلنا كمان اللي مشترك كمان ان هو البصر والسمع والقول، كل دول مشتركين. دي حاجات أساسية في الثلاث حاجات، الفؤاد والصدر والقلب. بالنسبة للقلب، للفؤاد، عندنا الكلمات المرتبطة بالقلب والبصر، السمع، بطون أمهاتكم، الرؤوس، الروح، الطرف، القول، الأفعال، فارغ، تبدي، نثبت، مسؤول، كذب، تصغي، يرضوه، يقترف، تهوى، هواء، رأى، تعلم، شكر، أنشأ، يجحد، سواه، يستهزئ، تطلع كويس. فدي الكلمات اللي هي مرتبطة بالفؤاد. عندنا احنا لو جمعنا كل الآيات اللي فيها كلمة فؤاد هنلاقيهم 15، خمسة منهم بصيغة فؤاد مفرد، خمسة بصيغة فؤاد مفرد، اتنين من الخمسة دول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك، دي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت هي خاصة بالرسول فإحنا برضو بشر زي الرسول، فإذا كانت تأثيرها على رسول كبير جدا فأكيد ليها تأثير علينا إحنا. فيبقى أنباء الرسل بتثبت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنزيل القرآن متقطع أو على فترات ده تثبيت لفؤاد الرسول، والترتيل ورتبناه ترتيلة ده برضه يثبت الفؤاد، والموعظة والذكرى اللي فيه بتثبت الفؤاد، أنباء الرسل بتثبت الفؤاد كويس. بالنسبة للمفرد في الثلاث آيات التانيين احنا هنا عندنا أصبح فؤاد أم موسى فارغة، وقلنا الفراغ ده المعنى هنا يمشي مع عضلة القلب أكتر كويس. وهنا لتبدي، وإن كادت لتبدي به، ده تمشي مع العقل، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يبقى انت احنا عندنا فؤاد ام موسى فارغه، دي تمشي مع عضله القلب، تبدي به دي تمشي مع العقل. يعني الفؤاد مع العقل بيعمل رابطه بتخليك تظهر المشاعر، تظهر الاحاسيس دايركتلي بدون كنترول. لما نعمل لها كنترول عن طريق المخ فبتقدر تحجب المشاعر دي ما تظهرهاش، بتقدر تحجب المشاعر ما تظهرهاش. الكلام ده مثلا مش موجود في الحيوانات اللي هي أقل من الإنسان،
ممكن تلاقي تكون انت مربي حيوان في البيت والحيوان أليف جدا وجميل ومفهوش مشكلة، لكن فجأة يظهر الغضب بصورة فظيعة جدا ما يقدرش مخه يتحكم فيها، فيبدي كل الغضب اللي عنده ويبتدي يعمل يهاجم اللي موجودين دول. الفؤاد فارغة تمشي مع عضلة القلب، تبدي تمشي مع العقل. كويس، العقل الجزء اللي هو خاص بالفؤاد في العقل، إنما في جزء أعلى في العقل اللي هو بيقدر يتحكم ويثبط الجزء ده وما يخليش يظهر المشاعر والأحاسيس تلقائي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. انت ما دي معناها انك انت ما تقولش غير اللي انت تعرفه. كويس، ما تحاولش تختلق حاجة انت ما تعرفهاش. هنا طبعا السمع والبصر والفؤاد دي اشتركت في 6 آيات، 3 دول مع بعض. طب احنا عندنا السمع انت بتسمع، والبصر انت بتبصر. كويس، طب الفؤاد يبقى مختص بايه؟ ما هو الفؤاد ده في حاجات التانية اللي هي المشاعر، في الاحساس. كويس، في عندنا ناقص احساسات الجلد، احساسات الالم، احساسات البريجر او الضغط. كويس، وفي المشاعر. كويس، فإذا كان أنت السمع ده مستقبل والبصر مستقبل، فالمستقبل الثالث الفؤاد اللي هو فيه بقية الحاجات اللي هي خاصة بالحواس، من ضمنها المشاعر ومن ضمنها الأحاسيس. كويس، ما كذب الفؤاد ما رأى. أنت ممكن مثلا تتفرج على واحد ساحر راح جايب واحدة وراح قاسمها 2. انت شفت ان الساحر قسم الواحدة 2، بس فؤادك بيكذب الكلام ده، كلام يعني ما يرضاش فؤادك يتقبله. لكن هنا في الحالة دي بتقول لا، ده انا شفت بعيني، لا انا مصدق اللي انا شايفه ده. كويس، في حالة الساحر انا مش مصدق اللي انا شايفه، لكن في حالة تانية اللي انت شايفه بعينك ده، كويس، لا انا مصدقه. لا انا مثلا اللي هو العذاب اللي نزله ربنا على القرى الظالمة، انت بتشوف الكلام ده بعينك بس مصدقه بقى المرة دي. كويس، اه مصدقه. كويس، زلازل براكين، اه ما انت مصدقها. كويس، فهنا الفؤاد بيصدق اللي شايفه، وفي الفؤاد بيكذب اللي هو شايفه. كويس، فالحكاية دي متعلقة برضو بالعقل. بالنسبة للأفئدة عند 10 آيات فيها أفئدة مقسمينها 5 و5. الخمسة الأخرانيين دول فيهم السمع والبصر والأفئدة، كلهم السمع والبصر والأفئدة، السمع والبصر والأفئدة، السمع والبصر والأفئدة، سمعا وأبصارا وأفئدة، سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم، السمع والأبصار والأفئدة. فإحنا عندنا دلوقتي أدي 7 مرات اتذكرت، مش 6 7، اتذكر السمع والابصار والافئده مع بعض في ال15 آية. ففي علاقه، فاذا كان انت عندك مستقبلات السمع ومستقبلات البصر، فيبقى بقيه الحواس هو اللي بيستقبلها الفؤاد. ده شيء منطقي طبعا الكلام ده. اي حاجه في الدنيا لازم تعمل لها بحث، ما ينفعش ان حد يتكلم، ده بيبقى يعني نظريه. كويس، لكن لازم يبقى وراها أبحاث فتؤكد الكلام اللي بيتقال أو ترفضه. لازم نبتدي نتعلم العلم بالأبحاث مش بالكلام، مش بإن واحد نبغى وما حصلش وابتدى يتكلم وإحنا الباقي إحنا نمشي وراه ونصدقه وخلاص. كويس، لأن للأسف هو ده اللي ماشي، والأمة بيقودها مجموعة من محدودي العلم. كويس، والناس ماشية وراها، الناس ماشية وراها. كويس، لازم يبقى فيه أبحاث عشان نتقدم.
ولازم نغير من بعض في العلم. الشيعة سبقوا السنة، ولازم نغير من بعض، لازم نغير من بعض، يبقى عندنا غيرة في العلم، نحاول ناخد العلم بطريقة سليمة. طيب الأفئدة هنا، الأفئدة مجبورة على التقلب، يعني هي الفؤاد هو الطبع بتاعه هو التقلب، الطبع بتاع الفؤاد هو التقلب، ولذلك هنا قال لك ونثبت به فؤادك، نثبت به فؤادك ان هو ما تقلبش. كويس. هنا في الافعال اللي هي من الله نثبت، مين اللي هيثبت؟ الله يثبت به فؤادك. لنثبت به فؤادك، الله نقلب افئدتهم، مين اللي هيقلب؟ الله. كويس. فهنا في افعال من الله، تقليب ده طبع، تقليب الفؤاد ده طبع، وتثبيت ده اللي هو نخليه مستقر. كويس، نخليه مطمئن. كويس. هنا ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. كويس. هتصغي لإيه؟ للآيات اللي قبلها بتبين إن هما بيتكلموا كلام فيه افتراء وكلام مش حقيقي. كويس. فربنا عقابا ليهم بيخليه أفئدتهم تصغي، تصغي يعني تميل وتستمع كده، أو تميل عشان تملى الحاجة جواه. كويس. فده معنى تصغي، تصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبعدين يرضوا بالكلام اللي هو فيه بهتان وفيه إفك وفيه الكلام. كويس. فبعد ما يرضوا بالكلام اللي هو فيه إفك والكلام ده، يقترفوا وهم مقترفون، لما يعملوا حاجة سيئة بقى يبقى مبسوط أوي، يبقى عادي، يعني الحكاية عادية عنده خالص، إن هو ما خلاص، ما هو أهل نفسه ليه إن هو يعمل السوء بنفس راضية بقى. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليك. الهوى هو الميل والحب. كويس. الهوى هو الميل والحب. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مهطعين رؤوسهم، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين يعني بيجروا بيسابقوا. كويس. مقنعي رؤوسهم، رافعين رأسهم كده، لا يرتد إليهم طرفهم نظرهم وأفئدتهم هواء. احنا شرحنا الحالة دي قبل كده، قلنا القلب ما بيضخش دم. كويس. برضو دي تمشي مع عضلة القلب. كويس. نيجي هنا التي تطلع على الأفئدة، من أفعال عضلة القلب إنها بتوزع الحرارة جوه الجسم عن طريق الدم. كويس. يعني الطاقة عن طريق السائل اللي هو الدم ده، بيبقى ليه درجة حرارة، بياخده القلب ويوزعه على كل الجسم. لذلك انت لو شربت حاجة سخنة ايه اللي هيحصل؟ هتحس ان انت حران. كويس. ليه؟ الدم خد الحرارة اللي موجودة في المعدة دي وراح مطلعها على القلب، والقلب وزعها بقيت حران. فتخيل انت بقى لما النار بتاعت الأخيرة دي، ربنا يعوزنا منها، توصل للقلب والقلب يوزعها. النار كمان بتعمل ألم فظيع جدا، لو زادت الحرارة على القلب بتعمل ألم فظيع جدا، تؤدي إلى الهارت فيلير أو فشل عضلة القلب، وإن كمان القلب هيروح موزع النار دي على بقية الجسم. فهنا بيقولك التي تطلع على الأفئدة، ده أقصى أنواع العذاب. احنا هنا شرحنا، قلنا الأفئدة برضو هنا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، احنا الثلاثة دول قلنا مرتبطين مع بعض، وغالبا هتكون لما انت عندك السمع ده مستقبل السمع، البصر مستقبل البصر، فيبقى الأفئدة مستقبل بقية الحواس غالبا. طبعا عايز أبحث عشان نأكد الكلام ده،
لكن هي غالبا هتبقى كده. يبقى احنا نخرج من الحكايه دي ان زي ما قالوا بتوع اللغه كويس، ان القلب الفؤاد سوري يحتمل ان يكون هو عضله القلب ادي، ويحتمل ان يكون في جزء برضه في العقل كويس. فدي الطريقه اللي احنا نحاول نبحث فيها في اي كلمه، اي كلمه كويس نجيب الايات كلها، نحاول نرتب الايات، نعمل لها اناليسس، نحللها، نشوف هنوصل لنتيجه ولا لا. وخصوصا ان المصدر الوحيد للمعلومات او مصدر العلم الوحيد اللي موجود بالنسبه للفؤاد كويس هو القران، مش موجود في الطب محدد وفي اللغه مش محدد، لكن في هنا كلمات جوهريه دي توب دي بتبين ان ان ان, إن الريفلكس بتاع المشاعر، ان هو انت تشوف واحد تكشر، تشوف واحد تضحك كويس، الريفلكس بتاع المشاعر ده اللي هو دايركت بدون كنترول من العقل ده تبع الفؤاد كويس، ده تبع الفؤاد. السمع والبصر والفؤاد، انت اذا كان السمع انت ممكن تبطل تسمع حاجات سيئه كويس او جنسيه مثلا، او البصر نفس الكلام تبطل تشوف حاجات سيئه كويس. فالفؤاد اذا كان مختص بالاحاسيس انك برضو تبطل الاحاسيس السيئه تجاه الافراد اللي هي الغير مبرره كويس، تبطل الكره، تبطل الغل، تبطل الحسد، تبطل الحاجات دي كويس. وهنا ما كذب الفؤاد وراء احنا شرحناها كويس، وهنا تثبيت الفؤاد كويس عن طريق القصص بتاع الانبياء والحق والموعظة والذكرى كويس، وترتيل القرآن بيثبت الفؤاد كويس. بس طبعا مش يبقى كل حياتنا هي ان واحد يقرأ قرآن بصوت جميل واحنا نقول الله وخلاص كده احنا بقى يعني وصلنا لقمة العلم يعني كويس، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. وأتمنى إن أنا أكون إن واحد بس يستفيد من الكلام اللي إحنا بنقوله، وده تبقى يعني دي أقصى أمنياتي.